عبد الرحمن لوكيلي، مدير ثانوية علال الفاسي. ثانوية علال الفاسي كتحتضن عملية تلقيح التلاميذ اللي كتوصل للسن ديالهم ما بين 12 و 17 سنة، هذه الفئة العمرية، باش نضمنوا انطلاقة آمنة للدخول المدرسي المقبل إن شاء الله. هذه العملية تم الإعداد لها بشكل جيد، بحيث وفرنا التشوير الأرضي والتباعد الجسدي بين التلاميذ والآباء ديالهم، كذلك وفرنا جميع العمليات اللي غادي تكون كتعتمد عليها هذه عملية التلقيح. ثم انا من هذا المنبر هذا كنوجه نداء للآباء والأمهات باش يرافقوا الأبناء ديالهم، باش يشاركوا وينخرطوا في هذه العملية، باش يحميوا وليداتهم ويحميوا الأسر ديالهم. ثم كتشوفوا كاين إقبال مكثف على هذه العملية التلقيح. الحمد لله هذا اليوم الأول اللي انطلقت فيه العملية، وكتشمل جميع التلاميذ ديال ثانوية علال الفاسي والتلاميذ ديال المؤسسات الأخرى اللي جاوا اليوم، وجميع في الاطر الاداريه والتربويه اللي كاينين اللي حاضرين معنا كيقوموا بالواجب ديالهم. كنشكرهم من المنبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.